وثانيها ثم الركن الثاني تكبير تحرم للخبر المتفق عليه. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا يعني وجوب تكبيرة الإحرام أيضا يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بتكبيرة الإحرام، لكن لا يستند الفرضية إليه ولم يذكر أن الأئمة دليلا لفرضية تكبيرة الإحرام في اتباعه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أو فعله صلى الله عليه وسلم، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل للفرض والنفل جميعا. وهنا يعني الأمر صيغة الأمر فكبر، فهذا في الأصل للوجوب، فإذا هذا هو أظهر من فعله في إيجاب تكبيرة التحرم، لذلك قالوا هذا. للخبر المتفق عليه إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت الصلاة، وقمت للصلاة أولا كبر. سمي بذلك، يعني هذه التكبيرة مسماة بتكبير تحرم، تكبير تحرم أو تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة. لو أحرم بالصلاة يحرم عليه أشياء، مثلا النطق والكلام يكون حراما، الأكل أيضا حرام، الفعل الكثير أيضا يحرم عليه، هكذا بهذا يحرم عليه أشياء. لذلك صار هذا التكبير تكبير تحريم أو تكبير إحرام، هكذا إحرام يعني يحرم عليه أشياء، هذا التكبير من مفسدات الصلاة كلها. وجعل فاتحة الصلاة، ثم هناك حكمة بالغة في جعل التكبير، تكبير تحرم لا، بل مجرد تكبير جعل فاتحة الصلاة في ابتداء الصلاة جعل. لماذا؟ ليستحضر المصلي معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع، ومن ثم زيد في تكراره ليدوم عليه استصحاب ذينك في جميع صلاته. فإذا ليستحضر المصلي معناه يعني معنى التكبير، جعل التكبير فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي معناه يعني معنى التكبير. هذا معنى التكبير يدل على ما يدل على عظمة من تهيأ لخدمته، هذا الرجل تهيأ واستعد لما لأن يخدم حضرة الله تعالى. فإذا يحضر في قلبه عندما يقول الله أكبر، فكلمة الله أكبر يدل على أمرين، أولا يدل على وجود الله تعالى وعلى عظمته تعالى، يعني كما ذكر الفقهاء من كلمات اللذان، كلمات اللذان تدل على عقائد مهمة أصلية في هذا الدين. أولا عندما يذكر المؤذن الله أكبر الله أكبر، هذا يدل على وجود الله تعالى، ثم على تنزهه تعالى من جميع النقائص واتصافه بجميع الكمالات. أول الأمر الثاني المستفاد من كلمة التكبير. ثم بعده حينما يقول أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، هناك نفي غير الله تعالى إلها. ثم بعده يعني إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أشهد أن محمد رسول الله، هكذا بين الفوائد في كلمات اللذان. فإذا التكبير يدل على عظمته تعالى، عظمته يعني أن الله تعالى متصف بجميع الكمالات ومنزه عن جميع النقائص التي لا تليق بإلهيته، هذا معنى. فإذا وهو يستحضر هذا المعنى عندما يقوم للصلاة، فيكون قلبه مملوءا بعظمة الله تعالى، لأجل ذلك جعل في أوله حتى تتم له الهيبة والخشوع. ومن ثم زيد في تكريره، لو بدأ رجل صلاته شرع فيها على هذه الحالة
لكن بعده يأتي الشيطان ويوسوسه ويقول له اذكر كذا 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 كذا، وهو يذكر ما لم يذكره قبله كأنه صار نسيا منسيا، لكن هو يذكر في الصلاة، هذا هو من وساوس الشيطان. فإذا يذهب عن قلبه هذه الهيبة والخشوع لحضرة الله تعالى. فإذا الله تعالى شرع تكرار التكبير عند الركوع وكذلك عند السجود عند الارتفاع من السجود وهكذا، ثم ومن ثم زيد في تكريره، يعني لأن يستحضر هذا مرة، أو لو فاته هذا الهيبة والحضور والخشوع وهو يرجع إليه كما كان في أول مرة، أو يعني يستمر عليه حتى لا يفوتها. لأجل ذلك زيد في تكريره تكرير التكبير ليدوم له استصحاب ذلك في جميع صلواته. نعم، عند الارتفاع عند الارتفاع من الركوع كان المشروع التكبير أولا، ثم جاء كلمة سمع الله لمن حمده لواقعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، وقبل ذلك كانت يعني هذا التكبير هو كان مشروعا، ثم مقرونا به بالتكبير النية. فإذا هذا الركن الثاني تكبير تحرم، فهذا تكبير تحرم ينبغي أن يكون مقرونا بأي شيء بالنية. إذا كلاهما ينبغي أن يجري في وقت واحد. فإذا لو تقدمت النية عن التكبير كثيرا، أو النية صارت متأخرة عن التكبير لا تصير صلاة، بل ينبغي أن يكون مقرونا. فهذه المقارنة نعم سيقول بالتكبير النية، لأن التكبير أول أركان الصلاة فيجب مقارنتها به. يعني ذكرنا في معنى النية الشرعي أن النية هو قصد مقرون أو مقترن بأول العبادة، ليس مجرد القصد، بل القصد المقرون بأول العبادة المقترن بأول العبادة. فإذا بالنسبة إلى الصلاة ينبغي أن تكون نيتها مقترنة بأول أركان الصلاة وأفعالها. ما هي أول أركان الصلاة وأفعالها؟ أول أركان الصلاة وأفعالها هذا هو يعني تكبيرة الإحرام. فإذا ينبغي أن تكون مقترنة به، فتجب مقارنتها به، بل لابد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر غيره كالقاصر للقاصر وكونه إماما أو مأموما في الجملة في الجمعة، والقدوة لمأموم في غيرها مع ابتدائه، ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الرائي. هذا لابد أن يستحضر، هذا بيان معنى الاقتران، كيف تقترن النية بالتكبير، كيف يكون التكبير مقرونا بالنية، بيان هذا يستحضر يأتي في قلبه، يكون في قلبه حاضرا أي شيء، كل معتبر فيها، كل معتبرات بالنية. المعتبرات يعني بعضها قد مضى وبعضها سيأتي مما مر وغيره. ماذا سيأتي؟ كالقصر للقاصر، رجل يصلي الصلاة قصرا أو جما، أو يعني يصلي في الجمعة إماما أو مأموما. فإذا هناك بعض المعتبرات، مثلا بالنسبة إلى القاصر يجب عليه نية القصر معتبر بالنية، وكذلك كونه إماما أو مأموما في الجمعة، لو كان يصلي الجمعة يجب عليه أنه يصلي الجمعة لو كان مأموما أو إماما، ثم والقدوة لمأموم كذلك نية القدوة لمأموم في غيرها في غير الجمعة. أما الإمام هذا ليس معتبرا لصحة الجماعة، بل هو يعتبر في حق الإمام في غير الجمعة ليثاب عليه ثواب الجماعة فقط، ما بالنسبة إلى الصحة هذا ليس بشرطنا مع ابتدائه. يستحضر كل هذا متى؟ مع ابتدائه، يعني مع ابتداء التكبير.
فإذا كما ذكرنا هو ينطق بجميع معتبرات النية عندما يفرغ من هذا النطق يكون هذه المعاني المعتبرة بالنية حاضرا في قلبه يكبر بسرعة فإذا يكون استحضار في ابتداء التكبير ثم يستمر يعني المعتبرات كل معتبر بالنية يستمر يبقى في قلبه مستصحبا لذلك مستمرا لذلك كله إلى أين لذلك كله يعني هذا المعتبر يستصحب كل ذلك إلى أين إلى الرائي فإذا من ابتداء نطق الهمزة إلى الانتهاء إلى النطق بالرائي ينبغي أن يكون جميع المعتبرات في النية حاضرة في قلبه هذا معنى الاقتران هذا معنى الاقتران الحقيقي وهذا لا يكون هناك توزيع عند أكثر الناس يكون توزيع يعني وأثناء التكبير يعني أصلي فرض الظهر الركعات أربع ركعات مستقبلا فإذا في جزء يكون نية الفعل في الجزء الثاني من التكبير يكون نية الفرضية في الجزء الثالث يكون نية التعيين في الجزء الرابع من التكبير يكون الإضافة إلى الله تعالى هذا يقال له التوزيع المقارنة بالتوزيع هذا ليس مقارنة حقيقية لكن في هذه المقارنة يعني خلاف لذلك قال أولا هذا يعني المقارنة الحقيقية وبين معناها ثم يقول وفي قول صححه الرافعي رحمه الله يكفي قرنها بأوله يعني بأول تكبير لا يجب استصحابه إلى الانتهاء بالنطق بالرأي هذا الاستصحاب ليس بواجب هكذا الفرق بين القولين وفي المجموع والتنقيه المختار ما اختاره الإمام الإمام يعني الإمام الحرمين الغزالي ماذا قال أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام إذن المقارنة العرفية عند العوام يعني مقارنة إجمالية وفي هذه المقارنة لا يعتبر استحضار جميع المعتبرات عند ابتداء التكبير أيضا فإذن على الراجح الأول الحقيقي من ابتداء التكبير إلى الانتهاء يجب أن كون هذه المعتبرات حاضرة في قلبه هذا شاق جدا فيه كلفة عظيمة إذن كما صححه الإمام الرافعي رحمه الله يكفي استحضار هذه المعتبرات في أول تكبير ثم لو غفل قلبه فلا بأس أما يعني الرأي الثالث هو يعني مقارنة عرفية ما هي هذا كما قلت يعني إما بالتوزيع أو بدون التوزيع يأتي بهذه المعتبرات كلها في جزء من أجزاء التكبير إما بأول التكبير أو بآخر التكبير وهكذا هذا هو مقارنة عرفية عند الله بحيث يعد مستحضرا للصلاة هذا يكفي وقال ابن رفعه رحمه الله إنه الحق يعني ما قال الإمام الغزالي هو الحق الذي لا يجوز سواه أما غيره لا يجوز معناه لا يمكن ليس بمعنى الهرمة بل هذا عدم الجواز الذي لا يمكن في حق الناس وصوبه السبكي جعله هذا هو الصواب وقال من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم إمام سبكي قال هكذا من لم يقل بهذه المقارنة العرفية يقع في الوسواس المذموم ثم وعند الأئمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير فإذا هذا أيضا يمكن اعتبار هذه الأقوال أقوال الأئمة الثلاثة نعم ثم ويتعين الله أكبر نكتفي ننتهي منه اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر نعم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في ثم فرغنا أمس قم مما قبيل متن ويتعين الله أكبر نعم
يعني كنا نحن بالصدد بيان الفرض الثاني للصلاة وهو تكبيرة تحرم. ذكرنا ثانيها تكبير تحرم مقرونا به النية ثم ويتعين الله أكبر. ثم هذا تكبير تحرم كما يفيد ينبغي أن يكون كلمة تكبير. كلمة التكبير يعني مختلف. كلمة التكبير إما الله أكبر أو الله الأكبر أو هكذا، يعني ما يفيد على يعني كبر الله تعالى. كبر ليس حجما بل يعني رطوبة وعظمة. نعم. لكن وهذا يتعين الله أكبر نفسه، لا يكفي صيغة أخرى من صيغ التكبير أولا هذا، وكذلك لا يكفي صيغة تدل على عظمة الله تعالى غير التكبير، لا يكفي. وهذا فيه لبعض الأئمة خلاف، مثلا الإمام الأعظم عند السادة الحنفية صيغة التكبير ليس بمعينة، بل يكفي عندهم يعني لأجل التحرم كلمة التسبيح، مثلا رجل كبر أو أتى بسبحان الله يكفي هذا لصحة الصلاة. أما بالنسبة إلى كلمة الله أكبر وهو واجب من واجبات الصلاة عندهم، كلمة الله أكبر واجب من واجبات الصلاة، لو تركها يكون مسيئا، أما صلاته فصحيحة، هكذا عندهم تفصيل. نعم. أما عندنا يجب لصحة الصلاة نفسها كلمة الله أكبر للاتباع، أو الله الأكبر، أو يجب يعني الله الأكبر. نعم. ثم ويكفي الله أكبر ولا يكفي الله أكبر الله ولا الله كبير أو أعلم ولا الرحمن أكبر، وهذه الكلمات كلها ليست كافية في صحة الصلاة، بل مع هذه الكلمات مثلا أكبر الله بالتكبير أكبر بتقديم أكبر، أو الله كبير وزن فعيل بدون أفعال، أو يعني صيغة أخرى تدل على عظمة الله تعالى، مثلا الله أعلم، أو الرحمن أكبر، يعني هو استبدل باسم الجلالة بصفة من صفاته تعالى، هذا الرحمن أكبر. وهذه كلها ليست كافية في صحة الصلاة، بل حتى بإحدى هذه الصيغ لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته. نعم. بل يجب الله أكبر أو الله الأكبر، الأكبر لا بأس، يعني زيادة الألف واللام لا تبطل الصلاة. فإذن لو قال أحد الله هو أكبر، يعني بالفصل بينهما بين اسم الجلالة وكلمة أكبر بضمير الفصل لا ينعقد، الصلاة لا تنعقد، هذا ليست بكافية. فإذن هناك إشكال، يعني الله هو أكبر وكذلك الله الأكبر كلاهما بمعنى واحد، يعني باعتبار وضع اللغة، باعتبار وضع اللغة كلاهما يفيد إفادة واحدة، يعني الحصر. ثم كيف يفرق بين هاتين الصيغتين عند فقهائنا؟
وهم فرقوا هكذا يعني كلمة هو كلمة مستقلة غير تابعة بخلاف كلمة نعم الألف واللام. الألف واللام رغم أنها تفيد الحسرة لكن تعتبر تابعة فقط. أما كلمة هو من الله هو أكبر، هو كلمة مستقلة تفيد الحسرة. فإذا هكذا فرقوا، كلمة هو كلمة مستقلة، أما الألف واللام ليس كلمة مستقلة، لذلك في الله الأكبر صحيح، أما في الله أكبر ليس الله هو أكبر لا يصح. نعم. ثم هل سألتني شيء؟ ثم وزيادة حرف يغير المعنى، لا ولا يضر إخلال بحرف من ويضر إخلال بحرف من الله أكبر. يعني لو أخل بحرف من حروف الله أكبر يضر، يعني يضر صحة الصلاة. كيف يكون هذا الإخلال؟ إما بترك أحد الحروف، سيأتي يعني الأمثلة للإخلال، إما بترك أحد حروف هذه الكلمة أو بعدم إخراجه من مخرجه، هكذا المصنف يبين. نعم. وزيادة حرف أيضا يضر يغير المعنى، لكن هذا الحرف الزائد لو كان يغير المعنى يضر إلا لا يضر. ثم يذكر الأمثلة كمد همزة الله، هذا زيادة حرف يغير المعنى. الله هكذا نطق الله، ثم يقول أكبر، أو على العكس الله أكبر. فإذا هذا المد يعتبر ألفا للاستفهام، مثل الآن قد ورد هذه الكلمة في القرآن. الله تعالى سأل لفرعون الآن، فإذا هذا المد يعتبر حرف استفهام. فإذا وهذا يكون شكا وترديدا من الله في الله أكبر، لأجل ذلك يغير المعنى، يعني كأنه يسأل هل الله أكبر أو الله هل أكبر، هكذا يغير المعنى. ثم وكألف بعد الباء كذلك زيادة حرف يغير المعنى، كزيادة ألف بعد الباء من أين؟ من أكبر، فإذا هو ينطق أكبر، الله ينطق أكبر، وهذا أكبر جمع كبر، كبر كبر هو طبل له وجه واحد فقط، كبر اسم لطبل من آلات الموسيقى له وجه واحد، فإذا هذا جمع هذه الكلمة، فإذا غير المعنى. فإذا لو قال واحد هكذا، لو نطق أحد هكذا عمدا مع معرفة معناه يكفر، يرتد والعياذ بالله، هكذا يعني عند زيادة الحروف التي تغير المعنى فيه خطورة. نعم. وزيادة واب قبل الجلالة كذلك، لو قال والله أكبر بزيادة واو، أو تخلل واب ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، أو قال الله وأكبر، الله وأكبر الواو متحركة، فإذا كيف يكون واو ساكنة؟ الله أكبر،
الله أكبر، هذا واو ساكنة زائدة. كل هذا يضر، وتخلل واو ساكنة تفن على قوله كمد همزة، مد همزة زيادة واو قبل الجلالة، وتخلل واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء. وكذلك زيادة مد الألف، أي ألف التي بين اللام والهاء، الله بعد اللام قبل الهاء، هذا في الحقيقة حرف مد الله، لكن هذا المد محدود بمقدار يراه أحد من القراء، لو تجاوز يعتبر هذا حرفا زائدا. فإذن هذا كم مقداره؟ مقداره يعني سبع ألفات، كل ألف بحركتين، وهو على التقريب هو يعتبر ذلك بتحريك الأصابع متقاربة. فإذن هذا علماء علم التجويد قالوا هذا المد بسبع بمقدار سبع ألفات، والألف الواحد بمقدار حركتين، إذن يكون بمقدار 14 حركة، 14 حركة. ثم كيف يقدر مقدار حركة؟ ابن حجر رحمه الله قال ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقارنة للنطق بالمد، وهو هكذا كأنه يعدل 1 2 3 هكذا، يعني وهو يثني أصابعه يعد بأصابعه. فإذا ثني إصبع هو مقدار حركة هكذا، وهو يثني ثم يمد أصابعه إلى أن يصل إلى 14، فهذا هو مقدار. لو تجاوز هذا القدر صار حرف زائد. ثم وهذه المذكورات مضرات، وهناك بعد يعني التغيرات التي لا تضر أيضا، وهذا الذي يبين فيما بعد. ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه. فإذن الله أكبر هو وقف بعد اسم الجلالة، يعني الله بعد ذلك هو وقف قليلا فلا بأس، هذا الوقف لا يضر. لكن هذا سكتة يسيرة، وقفة يسيرة، لو كانت طويلة يضر. وهي يعني السكتة اليسيرة أو الوقفة اليسيرة سكتة التنفس، سكتة التنفس يعني لا يحتاج إلى تنفس بالفعل، بل مقداره مقدار سكتة التنفس، هذا هو. لو كان هذا لا يضر وإلا يضر. فإذا ممكن هو نطق بالله ثم تنفس ونطق فورا أكبر لا بأس، أو هو سكت هذا القدر لا يضر. ثم فإذا هكذا هناك يعني بعض يخلل يعني صحة التكبير، وهذا بالنسبة إلى الصلاة لو أتى بهذه المضرات لا تنقض صلاته، كذلك ينبغي أن تعتبر هذه الأمور المذكورة حينما يكبر خارج الصلاة أيضا، مثلا في الأذان بعض التغييرات أنا قلت فيها أنه لو نتقى مع معرفة معناه عمدا يكفره، مثلا زيادة ألف بعد يعني الباء بين الباء والراء يغير معنى،
وكذلك عند الاستفهام أيضا لو كان عالما بهذا لو نطق هناك أيضا يأتي هكذا يعني إعاقة لذلك وقت الأذان أو يعني عندما يأتي بصياغة التكبير في شعر أو غناء يعني هكذا في جميع الحالات ينبغي أن يعتبر وإلا وهذا يعني فيه إعاقة خطورة كبيرة. وفي زماننا يعني بعض الناس يغنون بالأذان يأتي بتمطيط تمديد هكذا كل هذا يكره كما سيأتي في باب الأذان هذا رفع الصوت ثم خفضه هذا هو تمطيط أو تمديد التغني التغني في الأذان كذلك في الأذكار يكره لولا يغير المعنى أما ما يغير المعنى فيه هكذا قسمان يعني شيء يكون حراما شيء يكون كفرا شيء يكون كراهة وهكذا لذلك ينبغي أن يتحذر من مثل هذه المضرات ويحترز منها ثم فرع لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى وهكذا فإن ينوي ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد الأولى إذن رجل يكبر مرة بعد أخرى أولا هكذا نوى وأتى بالتكبير يعني مقترنا بالنية استوفى جميع شروط تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك هو وقف ثم أيضا كبر مرة ثانية ثم أيضا كبر مرة ثانية وهكذا ممكن لأجل وسواسه أو عبثا أيا كان فإذا هكذا لو كبر مرات نعاوي أن الافتتاح بكل يعني لماذا يكبر يأتي بتكبيرة الإحرام أكثر من مرة وينوي بكل هذه المرات أنه يدخل بالصلاة يدخل بالصلاة يعني هذا الدخول فقط ينوي لا ينوي قطع الصلاة ممكن وهو نوى أولا ثم أراد قطع الصلاة ثم يعني ينوي ويكبر ليس هذا صورة هذه المسألة المذكورة يعني هو ينوي الافتتاح بكل فقط نية الافتتاح فقط أما لا يتخلل هناك نية قطع الصلاة نية قطع الصلاة هو حرام في الفرض يعني ليس بحرام في النفل كما سيأتي وهذا ناوي أن الافتتاح بكل فإذا ماذا يقع دخل فيها وهذا الرجل يدخل بالصلاة بالوتر بالأولى ثم بالثالثة ثم بالخامسة هكذا وخرج منها بالشفع يعني بالثانية خرج من الصلاة بالرابعة أيضا خرج مثلا هذا هكذا كرر 10 مرات فإذا بالثانية والرابعة والسادسة هكذا يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة بالأولى والثالثة والخامسة يدخل بالصلاة يدخل بالصلاة فإذا ما فائدته مثلا هذا الرجل كبر 4 مرات ثم هو يعني استمر فيها وأتم صلاته فإذا لم تنقض صلاته أو لم تصيح صلاته لماذا؟ بالتكبيرة الرابعة هو خرج من الصلاة بالحقيقة فإذا كأنه نوى قطع الصلاة ثم بدون نية ولا تكبيرة إحرام صلى كأنه هكذا فإذا كأنه لم يصلي فإذا هو بالوتر يدخل هكذا يعني كرر 5 مرات ثم بعد المرة الخامسة هو استمر في صلاته فلا بأس أتم صلاته صحيحة وهذا مفاد ذكر هذه المسألة
فإذا لماذا يدخل بالوتر ولماذا يخرج بالشفع؟ لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية، يعني بالتكبيرة الأولى هو دخل في الصلاة، ثم بالتكبيرة الثانية كأنه خرج من الصلاة. فإذا كيف يكون خارجا من الصلاة؟ بالثانية أو بالشفع، يعني الرابعة والسادسة، لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى. يعني الدخول في الصلاة متى يكون؟ بعد قطع الأولى. فإذا انقضت صلاته بالتكبيرة الأولى، ثم بثانية أيضا أرادت الدخول والافتتاح للصلاة، وهذا هذه النية تتضمن تشمل على ما تشتمل على قطع التكبيرة الأولى. فإذا كأنه قطع النية الأولى والتكبيرة الأولى. فإذا وبهذا الثاني لم يدخل في الصلاة، وهكذا معناه يعني الرابعة والسادسة هكذا يتضمن قطع الصلاة. فإن لم ينوي ذلك هذا مسألة أخرى. فإذا هكذا يعني بالثانية والرابعة كأنه ينوي قطع الصلاة والخروج من الصلاة، لذلك يكون خارجة. نعم. ثم ذكرنا هناك حينما كبر مرات ناويا الافتتاح، لو كبر مرات ناويا الافتتاح، فإذا لو لم ينوي الافتتاح بل كبر فقط، مثل يعني صاحب الوسواس وهو يكبر، فإن لم ينوي ذلك، ينوي ذلك الضمير يرجع إلى الافتتاح بكل، ولا تخلل مبطل، ثم بين التكبيرين أو الثلاثة نعم أو الأربعة لم يتخلل مبطل للصلاة، مثلا كإعادة لفظ النية، يعني بعد تكبيرة الأولى هو نطق بلفظ النية وهذا يبطل الصلاة، هكذا لم ينطق أيضا، فما بعد الأولى ذكر لا يؤثره. فإذا كلمة مجرد الله أكبر ومعه يكون النية والنية فقط، فإذا لو لم ينوي الافتتاح فلا بأس، هذا يعتبر مجرد نية، مجرد ذكر. فإذا ماذا حال هذه النية وهو يكبر مع النية؟ النية يعني يندب أن يستصحب بالنية إلى تمام الصلاة، إلى فراغه من الصلاة. فإذا لو نوى أثناء الصلاة فلا بأس، بل ينبغي أن لا ينوي الافتتاح بها، هذا هو المشكلة. ثم وهكذا لو كرر هنا يعني بنية الافتتاح تبطل صلاته، هذا بالنسبة إلى الصلاة، أما بالنسبة إلى الصوم أو بالنسبة إلى النكاح، رجل أولا يعني عقد النكاح ثم مرة ثانية أيضا نفس النكاح عاد بنية عقد النية يعني بثانية فلا بأس، هذا يعتبر تأكيدا. وكذلك في الصوم أولا نوى ثم أيضا ينوي، ما في المرة الثانية نوى بأي شيء، هذا بعقد صومه بالنية الثانية لا يكون خارجا. الفرق يعني هذا في الصلاة نية قطعها مبطلة، لو نوى رجل أو أراد رجل قطع صلاته أثناء الصلاة وهذا القصد مبطل، أما بالنسبة إلى النوم الصوم ليس مبطلا، مجرد نية. فإذا رجل يعني صام بعد الفجر أو وقت الظهر نوى أن يقطع صومه، وهذه النية لا تكون مبطلة للصوم، بل يعني يعتبر تأكيدا فقط.
بدون ارتكاب شيء من المفطرات لو نوى قطع الصوم لا يفيد، اما في الصلاه ليس كذلك، هذا هو الفرق. نعم. وكذلك في النكاح لو نوى اراد يعني اراده في قلبيه في قلبه ماذا اراد؟ ان يقطع نكاحه، هذا لا يفيد ولا يؤثر، هذا هو الفرق. نعم. ويجب اسماعه نفسه كسائر ركن قولي. ثم شرط آخر لهذا التكبير، يجب إسماعه نفسه، يعني ينبغي أن يرفع الصوت بتكبيرة الإحرام حتى يسمع نفسه. فإذا لو خفض صوته حتى لا يسمع نفسه فالتكبيرة غير صحيحة. فإذا ينبغي أن ينطق بالتكبيرة ويرفع صوته حتى يسمع نفسه، وإلا لا يصح، لا تنعقد به الصلاة. نعم. كما سيأتي، وهذا معتبر في جميع يعني الركن القولي كسائر ركن قولي كسيأتي. نعم. يجب إسماعه أي التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لغة. هذا الإسماع بالفعل متى يجب؟ لو لم يكن هناك مانع، وإلا يكفي إسماعه بالقوة. بالقوة يعني فرضا لو لم يكن هذا المانع يسمع إلى هذا الحد يجب رفع صوته. إذن الآن حاليا هو لم يسمع، لماذا؟ لأجل هذا العارض وهذا المانع، هذا الذي قال إن كان صحيح السمع، يعني ليس هذا الرجل أخرس أصم. نعم. ليس هذا الرجل أصم أو ليس ضعيف قوة السمع، بل قوة سمعه معتدل، وكذلك ليس هناك عارض ولا عارض من نحو لغة. ممكن يكون هناك لغة اختلاط الأصوات كذا كذا، فإذا لو كان هذا العارض فلا بأس، بل يجب عليه رفع صوته حتى يسمع نفسه لو لم يكن هذا المعارض، هذا العارض والمانع. وهذا ليس في التكبيرة الإحرام فقط، بل قال كسائر ركن قولي. ما هي الأركان القولية؟ من الفاتحة والتشهد والسلام، هذه هي الثلاثة. لا يبقى يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا التشهد يتضمن الصلاة، يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هكذا للفقهاء يعني في بعض الأحيان اطلاق، وهم يقولون التشهد، يريدون التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عندما يعددون أركان الصلاة يقولون الجلوس لما للتشهد والسلام كما سيأتي، الجلوس للتشهد والسلام هذا ركن من أركان الصلاة. فإذا هذا التشهد شامل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. بعض الفقهاء يفصلون ويقولون الجلوس للتشهد والصلاة والسلام هكذا يفصل، وبعض يجمل. نعم. ثم ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول السنة، هذا بالنسبة إلى الصلاة. هناك مسنونات كثيرة، أذكار مستحبة كثيرة. متى يعتبر كل هذا المندوب؟ لو نطق برفع صوته حتى يسمع نفسه لو لم يكن مانع. فإذا هو خفض صوته وأصر لا يسمع نفسه، لا يعتبر هذا. بعض الناس يعني هكذا يقوم يصلي يحرك شفتيه فقط، لا يسمع منه شيء، وهذا كأنه لم يصلي. ثم هذا مقدار إسماع النفس، ما هو مقدار إسماع النفس؟ يعني الذي يقوم بجنبه لا يسمع هذا الصوت إلا إذا انتبه إليه. يعني رجل يقول يقوم بجنبه
ثم يستمي إلى ما ينطق لو استمع يعني لو أصغى إليه يسمع وإلا لا يسمع هكذا يعني الفقهاء قدروا هذا المقدار فإذا بدون إصغاء ولا استماع لو كان يسمع فهو هذا جهر يعتبر جهرا ثم وهذا بالنسبة إلى أذكار الصلاة قال المصنف يعتبر إسماع المندوب القولي على حصول السنة أما أذكار غير الصلاة ماذا حكمها؟ يعني الأذكار قسمان ذكر لساني وكذلك ذكر قلبي هكذا قسمان الأذكار اللسانية يعتبر فيها هذا الشرط مثلا بعد الصلاة بعد يعني صلاة الفرض بعد الصلاة يعني بعد صلاة الفرض يندب أذكار مثلا اللهم أنت السلام منك السلام كذلك الاستغفار ثلاث مرات وكذلك التسبيح ثلاث وثلاثين مرة وأمثالها كل هذا أذكار قولية كذلك عندما يعني يدخل الخلاء ويخرج من الخلاء وكذلك عندما يذهب إلى الفراش وهكذا عندما يركب يعني المركب السيارة عندما يجلس فيه وهكذا مناسبات هناك وردت أذكار وهذه الأذكار كلها قولية فإذا في هذه الأذكار القولية ينبغي إسماع نفسه وإلا لا يعتبر أما الأذكار ليس القولية اللسانية بل القلبية فقط لو كانت الأذكار قلبية الأذكار القلبية ليس هذه الأذكار الواردة بل العلماء علماء التصوف بينوا هذا القسم يعني هذا كيف يكون استنبطوا هذا الأذكار من قول الله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا لا تلهيهم كيف الباقي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نعم فإذن وهؤلاء الناس يشتغلون بالتجارة والبيع وهكذا يشتغلون بأشياء في ظاهرهم ومع ذلك قلبهم مشتغل بذكر الله تعالى فإذن في ظاهرهم وهم يتكلمون يعقدون عقد التجارة والبيع كذا كذا يفعلون ومع ذلك قلبه مع الله تعالى يذكره وكذا وإذا من مثل هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث علماء التصوف استنبطوا هذا ذكرا قلبيا ثم بينوا كيف يكون هذا الذكر القلبي يعني هم قالوا هذا بإجراء كلمة الذكر في يعني قلبه إجراء كلمة الذكر ألفاظ الذكر اللسانية أين يجري يجرى يعني في قلبه فإذا كما يقول في الذكر اللساني سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو مجرد الله 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 وهذا لا ينطق بلسانه بل يجري هذا في قلبه هذا هو الذكر القلبي وهناك لا يشترط هذا الإسماع وهكذا قسم يشترط الإسماع وقسم لا يشترط الإسماع نعم ثم وسن جزم رأيه عند تكبيرة الإحرام يعني عندما يقول الله أكبر هذا سنة جزم رأيه الله أكبر أكبر هو في الإعراب يعني مرفوع لأنه خبر لو رفع وأظهر اللمة فلا بأس لكن هذا خلاف السنة فالسنة أن يجزم رأه الله أكبر هكذا ثم خروجا من خلاف من أوجبه هنا أوجب يعني ابن يونس من الأئمة هو أوجب هذا جزم الرأي لكن هذا جزم الرأي ليس بواجب بل هو سنة فقط
نعم وسن جزم رأيه ذكر خروجا من خلاف من أوجبه من أوجب يعني ابن يونس رحمه الله وجهر به لإمام وكذلك يسن الجهر بالتكبير لإمام كسائر تكبيرات الانتقال كسائر تكبيرات الانتقال الإمام يجهر بكل تكبيرات الانتقال فإذا هذا الجهر بتكبيرات نعم 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 ثم فإذا هذا الجهر بالتكبيرات تكبيرات الانتقالات ليس من الجهر المشروع في صلاة الليل مثلا هذا المغرب يسن فيه الجهر لكل أحد سواء كان إماما أو يعني منفردا أما المأموم لا يجهر بل هذا يجهر يعني الإمام والمنفرد فإذا المنفرد ولو كانت امرأة أيضا هي أيضا تجهر لكن جهرها أقل من جهر الرجل هكذا هم ذكروا فإذا هناك الجهر يعني باعتبار صلاة المغرب بالعشاء بالصبح هناك جهر القراءة فقط الفاتحة والسورة يجهرها ثم باقي كلها يسر به أما هذا جهر تكبيرات الانتقالات باعتبار الإمام الإمامة هذا يسن للإمام فقط أما لو جهر بها منفرد مثلا هو منفرد أو مسبوق يعني موموم يجهر بتكبيرة الإحرام أو يجهر بتكبير إلى الركوع أو إلى السجود هذا يكره مكروه هذا السنة للإمام فقط نعم بعض الناس يفرقون بل يعني بعض الناس حينما يصلون المغرب والعشاء منفردا هم يجهرون بالتكبيرات ويجهرون بالقراءة هذا الجهر القراءة هو المشروع له أما جهر التكبير تكبيرات الانتقالات وهذا للإمام فقط ثم ورفع كفيه كذلك هذا سنة أخرى ما هي هو يرفع كفيه أو أحد إحداهما إن تعسر رفع الأخرى إذن هذا تعسر رفع إحدى اليدين مثلا في يده عصابة أو يعني مرض هكذا هكذا أو شلل إذن ماذا يفعل هو يرفع إحداهما ثم وهذه رفع اليدين الكفين يسن للمرأة أيضا هكذا الشراح كتبوا ولو امرأة هذا محل الغاية أو اهتمام بهذه الغاية أن المرأة مأمورة بالستر أكثر فإذا رفع يديها هل يخالفه؟ نعم يخالفه عقلا لكن ورد في الحديث هذا المرأة كانت يعني ترفع يديها في هذه الحالات لذلك ثم فإذا في السجود والركوع هي تلم يديها إلى جسدها بخلاف الرجل الرجل يعني يجافي يديه يبعد يديه عن جنبيه هكذا الرجل يجافي المرأة تلم لكن في رفع الكفين كلاهما سواء هذا لو كان يصلي ملتجعا هل يرفع ولا يعني هذا ليس سنة للقائم فقط هو يصلي قائما أو جالسا أو ملتجعا لو كان يستطيع رفع اليدين يرفع يدين نعم يرفع كفيه هكذا كتب في البجيرمي ولو امرأة وملتجعا لهو أيضا يسن ثم بكشف أي مع كشفهما ويكره خلافه ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا فإذا كيف يرفع كفيه
ثم سورة الرفع أو كيفية الرفع سيقول بعده حذو منقبيه هكذا. فإذا من كيفية الرفع هذا أولا يكشف الكفين ولا يستر بشيء بكشفين أي مع كشفهما. كشفهما يعني كشف الكف تماما حتى الأصابع بدون أي ساتر هكذا هم بينوا. ثم هم بينوا هنا مسألة الخاتم، هل يسن للمصلي أن يخلع خاتمه حتى تكون جميع أصابعه مكشوفة؟ فإذا هم استثنوا الخاتم فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخلع خاتمه لأجل الصلاة، فإذا هم يعني استثنوا الخاتم مما يستر الأصابع. أما هناك آلة للغزل، من آلات الغزل شيء يعقد على الإصبع، فقهاء قالوا ينبغي أن يخلع هذا الشيء أيضا حتى تكون جميع أصابعه وكفيه مكشوفة. فإذا عندنا يعني في زمننا هناك آلة للتسبيح يعقد على الإصبع، ينبغي أن يخلع في الصلاة لئلا يكره خلافه، وإلا يعني يكون مكروها. فإذا لأن يتحقق كشف جميع أصابعه هذا يسن، يعني خلع هذه الآلة آلة التسبيع نعم، ويكره خلافه. وهذا بالنسبة إلى الكف، يعني أصابع الكف والكف تماما. سيأتي يعني مسألة السجود، عند السجود هو يكشف أصابع الرجلين كما سيأتي نعم، يكره خلافه. ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا، فإذا يفرق أصابع اليدين، يعني في الصلاة هكذا صورتان، في بعض الأحيان يفرق الأصابع تفريقا وسطا، في بعض الأحيان يعني تضم الأصابع ضما، أما تفريق يعني تفريقا واسعا لم يشرع أصلا، بل يفرق. ما معنى التفريق؟ التفريق الوسط يعني كما هي طبيعة هذه الأصابع، لو تركت الأصابع كيف تكون؟ هي تكون متفرقة قليلا، وهذا القدر هو المعتبر. فإذا اللم تماما أو التفريق يعني أكثر من الوسط يكون بقصد الرجل، أما لو ترك كفو الرجل أو تركت أصابع الرجل بدون الانتباه إليه والقصد إليها ماذا يكون؟ هي تكون متفرقة وسطا، وهذا المقدار يعني تترك هذه الأصابع عند تكبيرة الإحرام كعادتها في التفريق. ثم كم يرفع؟ حذو منقبيه أي مقابل منقبيه هكذا يرفع. فإذا لو رفع قليلا يعني إلى أمام البطن أو يعني إلى الصدر يقضى به أصل السنة، وهذا الصورة الكاملة للأكمل هذا هو حذو يعني مقابل منقبيه يرفع، بحيث يحاذي أطراف أصابعه على أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه وراحته منقبيه للاتباع. وهكذا الفقهاء جمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا، وورد في بعض الأحاديث حينما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه للتكبير كان يحاذي يعني الأذنين، وورد في بعض الأحاديث يعني يحاذي المنقبين. فإذا جمع ماذا يحاذي؟ الأذنين، هذا أطراف الأصابع يحاذي أعلى الأذنين، عندئذ تكون إبهامه شحمة أذنيه هكذا وراحته منقبيه، وهذا هو صورة الرفع. يعني رفع هكذا يتحقق هذه الصور كلها، يعني لأجل ذلك يكفي يعني سني
هذا الصعيد الركبة فقط، لا حاجة إلى الرفع مرفق مرفق اليدين، بل ثني المرفق لو سنة بصورة تامة يتحقق هذه الكيفية للاتباع. ثم وهذه الكيفية تسن مع جميع تكبير تحرم. ثم متى يبدأ الرفع رفع الكفين، متى ينهي ارتفاع الكفين، هذا الذي قال هذه الكيفية يعني هذا الرفع تسن مع جميع تكبير تحرم. ما معناه؟ بأن يقرنه به ابتداء وينهيهما معا هكذا. فإذن حينما يبدأ في التكبير يعني يندق بهمزة الله أكبر وهو يبدأ رفع اليدين كفين هكذا ثم عندما ينتهي من نطق الراء من أكبر، فإذن يرتفع ترتفع يعني يتم ارتفاع الكفين تماما، ثم بعد ذلك يضع الكفين مباشرة على يعني على الصدر أو يعني ما تحت الصدر، على الصدر هكذا عبارة الفقهاء معناه ما بين الصدر والسرة هكذا تحت الصدر فوق السرة يضع ثم بعده. فإذا يعني يبدأ رفع اليدين حينما يبدأ نطق التكبيرة تكبيرة الإحرام، ثم يعني كلاهما يبدأان معا ينتهيان معا هذا هو الله أكبر تمام. ثم بعد ذلك يعني بعد النطق الفراغ من نطق التكبير هو يضع اليدين تحت الصدر فوق السرة. فإذا الفقهاء يعني هكذا انتبه إلى دقيقة دقيقة حتى في هذا الرفع، وكل هذا مستنبطة من الأحاديث، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتبهون أشد الانتباه إلى حركات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كأنه ينتبه متى يرفع متى يبدأ الرفع متى يندق بالتكبير متى ينتهي منهما، وهكذا كانت الصحابة منتبهون إلى حركات دقيقة من حركات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هذه الكيفية مروية في الحديث. ثم ومع ركوع للاتباع الواردي، ثم رفع الكفين عند تكبيرة الإحرام هو سنة الاتفاق رفع الكفين، ثم بعده اختلفوا يعني هل يرسل اليدين بعد الرفع أو هل يضعهما، ثم لو كان يوضع أين يوضع تحت السرة فوق السرة أو تحت السرة، هكذا اختلاف بين المذاهب، وبعض الأئمة قالوا ثم يرسل نعم، وبعض قالوا يعني يضع تحت السرة، بعض قالوا فوق السرة، على كل حال هذا رفع اتفاق، هذا رفع اتفاق عندهم في مع تكبيرة الإحرام فقط، أما للنهوض إلى الركوع وكذلك عند الذهاب إلى السجود ثم عند لا هذا الرفع نعم. فإذا عند الذهاب إلى الركوع ثم عند الرجوع من الركوع إلى الاعتدال وهكذا، ثم عندما يأتي إلى الركعة الثالثة وهكذا أماكن يندب فيه رفع اليدين، وهذا مختلف فيه عندنا وهذا مسنون عند الحنفية، هذا ليس بمسنون، وهم أول الأحاديث الواردة فيها هذا الرفع بأنها منسوخة هكذا هم قال عندهم هذا الرفع في أول الصلاة فقط. فإذا باقي السور يقول وما ركوع
للاتباع الركوع يعني عندما يذهب إلى الركوع. الوارد من طرق كثيرة ورفع منه ثم عند الارتفاع من الركوع ورفع من تشهد أولا للاتباع. هذا الذي قلت يعني عندما يقوم من الركعة الثانية بعد التشهد يرفع. أما عندما يأتي إلى الركعة الثانية يعني هو يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فلا يسن هناك. وكذلك عندما يأتي من الركعة الثالثة إلى الرابعة وهناك أيضا لا يسن، بل هذا بعد التشهد فقط، ورافع من تشهد النول للاتباع فيهما. هكذا ثلاثة مواضع لرفع اليدين. نعم. ثم ووضعهما تحت صدره وفوق سرته للاتباع. ورد في الحديث يعني كان يلو على صدره، على صدره هكذا ورد في بعض الروايات. وتمسك به بعض المبتدئات المعاصرة ثم يقولون هذا وضع اليدين على الصدر مباشرة، لكن ليس ذاك معنى الحديث. معنى الحديث يعني كلمة على تأتي بمعنى القرب، كما ورد في رواية أخرى لهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه عند الصدر، على الصدر أو عند صدره. فإذا حينما يجمع بين هذه الروايات يفهم أن هذا تحت السرة، تحت الصدر وفوق السرة. فكلمة على تأتي بمعنى القرب، ورد في القرآن يعني كثيرا، مثلا موسى عليه السلام قال لا أجد على النار هدى، أجد على النار هدى هكذا ورد. قال الله تعالى حكاية موسى عليه السلام أجد على النار هدى، معناه أجد عند النار هدى يعني قريبا من النار يوجد رجلا يهدينا إلى مقصدنا، هذا معناه. وكذلك هذا في سورة الكهف أيضا وردت كلمة على بهذا المعنى لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا يعني عند قبورهم مسجدا، ليس بناء المسجد على قبورهم فوق قبورهم لا. وهكذا وردنا. وبعض يعني المبتدئات المعاصرة العصرية يوسوسون في مثل هذه المسائل متمسكا بظاهر بعض روايات الحديث. نعم. للاتباع آخذا بيمينه، إذن تحت صدره وفوق سرته. قول الشافعية فوق سرته للرد على السادة الحنفية، هم يقولون توضع هذا اليدان تحت السرة. هم يعني استنبطوا معنى التعليم، لذلك هم قالوا هكذا. يعني الرجل حينما يقوم أمام ملك أو أمام رجل معلم كيف يفعل بيديهما، هو يضع يديهما تحت السرة، هذا هو عادة الناس، وهذا الذي يليق بمناجاته لله تعالى. هكذا يعني أضاف إليه معنى نقليا، لذلك هم قالوا هكذا. نعم. أما ظاهر الأحاديث الواردة فيها هذا وضع اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما تحت صدره فوق سرته. نعم. آخذا بيمينه، يأخذ بيمينه كوع يساره. فإذا هكذا يأخذ بتمامه. إذا ماذا يفعل بالأصابع؟ وهل يبسط الأصابع في عرض المفصل، مفصل اليسرى، أو يقبض؟ وهذا يقبض، هذا هو الراجح. ليس بسط الأصابع
في يعني ساعدي في ساعدي اليد اليمنى، ليس كذا هكذا قال بعض العلماء من مذهبنا، ومع ذلك الراجح ليس هكذا بل القبض ليس بسط الأصابع. نعم. ثم آخذا بيمينه كوع يساره وردهما من الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت الصدر. نعم. فإذا هناك صورة ما هو؟ وهو يرفع الكفين مع تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يرسل اليدين بالكلية ثم يرفع يستئنف رفعهما إلى تحت الصدر. هكذا صورة. الراجح والأولى والأفضل ليس هذه الصورة، بل بعد تمام الرفع هو يضعهما مباشرة أين؟ إلى ما تحت الصدر، ليس بعد الإرسال ثم الرفع، ليس كذلك. هذا الذي قال. وردهما يعني رد الكفين من الرفع إلى أين؟ إلى تحت الصدر أولى. هذا أولى من أي شيء؟ من إرسالهما، يعني من إرسال الكفين بالكلية تماما يرسلهما ثم استئناف رفعهما ثم يرفعهما مرة ثانية إلى أين؟ إلى تحت الصدر. فإذا يكون هناك رفعان، أولا رفع حذف منقبيه ثم رفعهما إلى تحت الصدر، ليس هذا أفضل. قال المتولي رحمه الله واعتمده غيره ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويترك رأسه قليلا ثم يرفع. نعم. هذا أيضا من آداب تكبيرة الإحرام. فإذا فهذا الرجل كي يقوم ثم ماذا يفعل؟ ينظر إلى موضع سجوده. ينبغي أن ينظر قبل الرفع إلى أين؟ إلى موضع سجوده، قبل رفع اليدين والتكبير كلاهما دفعة واحدة معا يفعل. فإذا قبل أن يفعلهما ماذا يفعل؟ وهو يقوم ثم ينظر إلى موضع سجوده ثم يكبر ويرفع يديه هكذا. ثم عندما ينظر إلى موضع سجوده كيف ينظر؟ هل يترك الرأس تماما أو لا يترك أصلا؟ ليس كذلك، بل يترك الرأس قليلا، يعني يسني رقبته قليلا حتى يكون هذا النظر إلى موضع السجود سهلا، هكذا يترك قليلا ثم يرفع ويكبر هكذا. نعم. وبعض الناس يعني عندما يرفع يدين ويكبر يرفع عينيهما أيضا، وهذا يعني مذموم، ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النظر إلى السماء ليس كذلك، بل لو هكذا وقف ونظر إلى سجوده ثم يداوم هذا النظر إلى تمام صلاته إلا عند رفع المسبحة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا من رفع المسبحة عند قوله إلا الله من ذلك الوقت ينظر إلى الإسباع فقط، وفي سائر الأوقات يداوم هذا النظر، لا يلتفت إلى فوق أو إلى تحت أو إلى جانب، هكذا لا يلتفت أصلا. ثم وهذا ملازمة هذا النظر يساعده على الخشوع. ورد هناك حكمة لهذا النظر، لو كان مداوما يعني ينظر بتركيز العين إلى هذا الموضع، يركز النظر إلى هذا الموضع، أنا إلى موضع سجوده، يداوم عليه بدون يعني التفات العين إلى أي جهة، وهذا التركيز يساعده على الخشوع، القلب يتابع العين. فإذا لو كان هكذا العين تركز النظر إلى هذا الموضع فقلبه يركز على الخشوع، يكون انتباه القلب إلى أفعال الصلاة وأقوالها، هكذا ذكر الأئمة حكمة لهذا النظر. نعم. ثم وثالثها